اهلا وسهلا معاكم آية. والنهاردة حلقة جديدة وهنعمل تعليقات مصنوعة من بيت العصفور. طيب دلوقتي انا عندي قطعة من سازكس اللي هي على شكل عش العصفور، مش عارفة، مش عش العصفور، رتسي بيت العصفور. القطعة دي بيجي معاها ملف طباعة عشان تديني التفاصيل بتاعت بيت العصفور. طيب اول حاجة عشان اعمل الاساس بتاعي هاخد كاردبورد اللي انتوا شايفينها دي، او لو مش عندك ممكن تاخدي اي كرتونة عندك قديمة مثلا، او اي حاجة تقيلة عشان تستحمل، عشان اعرف احط فيها كذا ورقة عشان تبقى جامدة وانا بعلقها. طيب هستخدم البيك شوت طبعا بتاعتي عشان هي اللي هتقص. لو ما عندكيش البيك شوت ولا القطاعة دي ممكن تاخدي من النت صور وانتي تقصيها بنفسك. بعد ما قصيت البيس بتاعي اللي هو من الكاردبورد او من ورق الكرتون، هجيب دلوقتي ديزاين بيبر، يعني ورق هيبقى مزخرف ملون عليه ورد او ورق سادة وانتي ترسمي عليه براحتك، المتوفر عندك ممكن تستخدميه. طبعا عشان القطاعة قوية قوي فانا حطيت زي 4 طبقات من الورق، طبعا هتقصها بسهولة، بس الكارد بورد عشان تخين شوية اخرها 2، مش هتاخد اكتر، وممكن تاخد اكتر بس يعني ممكن الجهاز يتكسر معاكي. طيب دلوقتي بعد ما خدت القطعات اللي انا جهزتها لشكل البيت هحطها جوه ملف الطباعة، وبرضه ادخلها جوه البيك شوت عشان تديني التفاصيل البيت اللي انتوا شايفينها، تفاصيل مرة حلوة. طيب بعد كده بقى هبدأ اجيب الكارد بورد بتاعي وهبدأ ألزق عليها الورق المزخرف دي. انا قررت ان انا اخد بس اللون الابيض وهريكم ليه. هجيب لزقة عادي، انا مكنتش لاقي صراحة لب اللزق بتاعتي، معرفش بنتي ودتهم فين، فاخدت الصمغ العادي اللي هو البلو ستيك، واجين برسم عفوا بلزق وبحط عليها الورق. اجين لو مش عندك الحاجات دي ممكن تطبعي من النت وتقصيها. طيب دلوقتي خلينا نبدأ في مرحلة ان احنا نزين بيت العصفور. اول حاجة هنستخدمها اللي هو ديستريس انك اللي هو الحبر اللونه بني، عشان عايزة ابين تفاصيل البيت. طبعا هنا انا بحب الساوند تراك بتاع انترستيلر بتاع هانز، one of my favorite، فبحب اشتغل وانا سامعها. اوكي فدلوقتي معايا اللي هو الديستريس انكس اللي هو الاسبريسو اللون البني الغامق، فانا بمشي عليها تفاصيل البيت بتبان، تفاصيل اللي هي ملف الطباعه اللي اظهرتها، لان القطعه نفسها مش بتعمل التفاصيل دي. دلوقتي نيجي للديكوريشن، اي حاجه متوفره عندك. انا هجيب ورد، صورة عصفور، ورد من ورق، ورد بلاستيك، المتوفر عندك حطي، بس انه ما يكونش كبير قوي بحيث برضه ان انا مغطيش تفاصيل البيت. فانا دلوقتي هبدأ كده اعمل هاخد الجلو جان او الجلو العادي زي ما انتم ممكن شايفين الصمغ بتاعي اصلا، فهبدأ ان انا احط زي طبقات من الورد. الورد ممكن زي ما قلت لك تطبعيها، تقصيها، تشتريها جاهزة، وانتي مثلا لو عندك بونش خرام على شكل ورد برضه ممكن تعمليها، نو بروبلم. طيب دلوقتي حطيت اللي هو الريث اللي هو اكليل الورد، بعدين زينته بورد صغير من فوق ومن تحت. كان عندي داي كاتس صور جاهزة شاريها على شكل عصافير وفراشات، ممكن تلزقيها. طيب بعد كده برضو هجيب زي مش عارفة اسمه ايه، انا عندي بوكس كده كبير فيه حاجات وانا بنقي. طيب دي دلوقتي نيجي للعبارة بتاعتنا عشان تحطي فيها مثلا عبارة وتهديها. العبارات دي جاية مع دفتر، اخر صفحة يبقى فيها زي الكلام، واجل لو الدفتر ده مش عندك ممكن برضو تبقى انترنت او تكتبي مثلا وورد دوكيمنت، اي جملة او اي عبارة انت عاوزاها، اسم صاحبتك، اي حاجة وتطبعيها. فدلوقتي انا قصتها باستخدام الترمر اللي هي الاطار بتقص الورق على شكل مستطيل. هعملها ديستريس انك، هستخدم ديستريس انكس وهخلي هعتق اطراف عشان تبقى شكل قديم وبس. وحاب استخدم فوم تيب اللي هو اللزق الثلاثي عشان يديني كده دايمنشن، يديني بعد، تحس ان هي مرتفعة شوية عن نفس البيت. وهي دي الحلقة بتاعتنا للنهاردة، سهلة قوي قوي قوي، ممكن تعملوها، مش لازم تبدأوا على كل الطبعات. اخر حاجة ان انا هخرمها واحط الشرايط. اتمنى تكون الحلقة نالت اعجابكم، وهشوفكم المرة الجاية. مع السلامة.